رددتها، لكنها تطلب، يبدو أنها لطرافتها فتطلب في كثير من المجالس. الحقيقة يوم من الأيام عزمت في مناسبة زواج، اتصل برجل سلم علي وتحمدني، قال أنا عبد العزيز الفلاني، عرفتني؟ الاسم هذا محفور في ذهني، طالب درس عندي في الجامعة اسمه عبد العزيز، عاد أبى أترك آخر الاسم علشان يبقى بالله. فقال أنا عبد العزيز الفلاني، عرفتني؟ قلت عرفتك. قال عندي زواج يوم الخميس القادم، وأنا داخل على الله ثم عليك تلبي دعوتي. فتحت أوراقي وراجعت مواعيدي، وجدت عندي متسع، فقلت على بركة الله. قال اتصل بك يوم الثلاثاء يوم الأربعاء أكد عليه، قلت لا، من الآن أدون الموعد عندي. وين نصلي العشاء يوم الخميس؟ قال تصلي في المسجد الفلاني. فعلا يوم الخميس جيت المسجد الفلاني، صليت وخرجت من المسجد، وإذا هالشاب يقابلني عند الباب، سلم علي سلام حار. قال عرفتني؟ قلت لا والله ما عرفت. قال فأنا عبد العزيز الفلاني اللي عزمك، أنا المتزوج الليلة. قلت لا إله إلا الله، أنت عبد العزيز الفلاني؟ قال نعم. قلت أجل بالي راح على واحدة ثانية درس عندي وظننت أنه تزوج ودعاني زواجه، أما أنت بسلامتك ما عرفتك إلا الليل. قال الحمد لله أن اسمي مثل اسم رفيقك علشان تلبي دعوتي. قلت وصلنا ولا بد من إيش مقصودك من الدعوة؟ قال والله ودي تشارك وأبغى كليمة وتحط فيها دعاء عسى واحد من الحاضرين يقول آمين فيفتح الله لي باب رزق وتوفيق. قلت أبشر بساعدك، وترى هو مناسبة فرح، لكن ما دام طلبت ففي حدود ترى 10 دقائق عشان ندخل فيها الدعاء ونخلي الناس يفرحون. قال على بركة الله، ركبنا في السيارة وانطلقنا لقصر الأفراح في سيارته. يوم أخذنا شوي قلت له اسمع، ربعك جماعتك عندهم قضايا معينة ودك ننبه عليها، بالذات في قضايا الزواجات والمناسبات والأفراح والحياة الاجتماعية والكذا. قال والله عندنا مشكلة واحدة بس وهي أم المشاكل، ولو انحلت عندنا انحلت وراها كل مشكلة. قلت وشي؟ قال ربعنا وجماعتنا ما يحبون أحد يتكلم في مجلس الزواج ولا يطيقون. لا اسمع، وسبق أن جاءهم واحد تكلم في مجلس الزواج فضربوه. بيض الله وجهك، ضربوه قال والله مدوه في الأرض. هذا سرفع على بعض الإخوان، أقول المشكلة هي الربع أنه قال لي هالكلام ونحن أمام قصر الأفراح والتولي يوم الزحمة من كبائر الذنوب. المهم يوم وصلنا الباب، لو انه قال لي هالكلام عند المسجد الله يبارك لك في رفعك وجماعتك، انت من وادي وانا من وادي. عاد يوم وصلنا قال طفى السيارة وقال انزل. قلت اصبر تعود من الشيطان، انزل وين انزل؟ اصبر. قال خير؟ قلت اصبر شوي اسمعني. قال نعم. قلت يحبون الشعر؟ ربعك يحبون الشعر؟ قال اما الشعر ففرحتهم وفاكهتهم في المجال، الله يكثر منه، وبالذات الشعر العام. قلت أجل الشعر. وجدنا المفتاح. جميل. والله طفى السيارة ونزلنا، يوم قبلنا على قصر الأفراح الله ربنا وربه فالترحيب وفي العلوم الغانمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جبين الواحد تقول 10 سنتي من السرور والبشر والفرحة بالضيف، رحبوا وسهلوا وقلطونا في صدر المكان وجلسنا قاعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبيرة. يوم جلست بديت أتلمح وجه الرجال ورفيقي ذاك الأول في ذهني، الله يجعلها في ميزان حسنات. اللي ينفرش أيوة. لفت انتباهي واحد على اليسار رعي وجه سفر، خليته في بالي وجلسنا شوي. بدأ شبابهم يقربون الأسلاك ويجهزون الميكروفونات، ولا أتابع الوجوه، لي والله أن الوجوه اللي كانت على الباب 10 سنتي ضاقت إلى صارت 1 سنتي. صارت عناب ولين نظرت كبرت العناب ولين نظرات يتقاطر منها الشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. جلس جنبي واحد من شبابهم، قلت اسمع. قال نعم. قلت الرجال اللي على اليسار راعي الوجه الزين
لا تطالع فيه في شوفك، اصبر شوي وبعدين طالع. وش اسمه؟ جلس شوي وبعدين طالع، قالوا هذا فلان الفلاني من كبار ربعنا. قلت وش يكنونه؟ قال يكنونه ابو محمد. حطيت ابو محمد في راسي علشان اذا حمي الوطيس تجل بعد الله ركنا تروي اليه. ويوم قال بقدم، قلت لا 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 تقدم ولا تقول شيء، بسم الله والحمد لله. قلت لا 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 تقول شيء، مو موطن هذا الليل، لا تقول شيء. قال بدون مقدمه. قال جد؟ قلت ازهلها. قال جد؟ استعمل. قلت يا الربع صلوا على محمد. اللهم صل وسلم عليه. ولهم جميعا يصلون على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم، اجل هم يحبون ذكر الله. والحكم الذي اصدره المتزوج ما هو في مكانه. ايوه. ها، ومن تلك الليله اكتشفت ان قلوب الناس مثل كوالين الابواب. سبحان الله. معك مفتاح ما فتح صح، قلت الناس ما فيهم خير، هذا الكلام مو صحيح. لكل باب كينون. اي نعم. لو جيت لجارك وحطيت المفتاح في باب جارك ما انفتح. هل هذه دلاله على ان الكيلون ما في خير وانك غلطان؟ اي نعم. يا الربع صلوا على محمد، قالوا عليه الصلاه والسلام. قلت الرجال لا بغى يتزوج، اما هو يدور للبيت الطيب وللنسيب الكفو وللحرمه اللي ذكرها يرفع الراس ولا لا؟ ها يا ابو محمد. والتفت لابو محمد. أيه. ابو محمد كان غافل، يقول والله نهمه. يعني جلسته وقال والله يا ولدي تكفى في البيت الطيب وفي النسيب الكفو وفي المراه اللي ذكرها يرفع الراس. قلت يا ابو محمد الله يسلمك والكلام للجميع. البيوت ما هي بسوا، والرجال ما هم سوا، والنساء ما هم سوا. والشاعر يقول ثم دخلنا من الباب. والشاعر يقول بعض العذارى خفيفة عقل مرجوجة، من شافها عافها وقفها وخلاها. كل من الناس تبغي تاخذ هروجه، قدامها واحد والاخر تقفاه. حسبي الله عليها. رفيق نتواجهه وتفتش دروجه، ورفيق نتودعه ويجيه مقضاه. والقلب ما هو بيعشق كل دجدوجه، عزي لمن هو طمع فيها وهواه. الود والله من الزينات عمهوجه. عمهوجة عاقله ما يكثر غياها. عمهوجة عندها ما تكثر الدوجه، ولا هي بتدخل ثامل كل من جاه. خفيفه الظل بالاسلام مسروجه، وديبها مير ما ادري وين بلقاها. الله اكبر. هذا شاعر قنيزعي من بدو العقيق. الله الله. غامدي يقول كنا في مجلس، ويبدو ان المجلس والعلم عند الله رتب له، وحضر معه شعراء وبعضهم يعرف اسراره. وارادوها جلسه ادب ومسامره. فلما قالوا يا ابو عايض اعطنا مما اعطاك الله، فاعطى القصيده. يقول بعض العذارى خفيفه عقل مرجوجه، من شافها عافها وقفها وخلاها. كل من الناس تبغي تاخذ هروجه، قدامها واحد والاخر تقفاه. رفيق نتواجهه وتفتش دروجه، ورفيق نتودعه ويجيب مقضاه. صحبه اللي يقولون صحبه نقا. يقولون عنها صحبه نقا. والقلب ما هو بيعشق كل دجدوجه، عزي لمن هو طمع فيها وهواه. الود والله من الزينات عمهوجة عاقله ما يكثر غياها. عمهوجة عندها ما تكثر الدوجه، ولا هي بتنخل ثامل كل من جاه. خفيفه الظل بالاسلام مسروجه، وديبها مير ما ادري وين بلقاها. يوم انتهى ابو عايض، واذا شاعر في المجلس على نفس الوزن والقافيه يرد مباشره. عجيب. ويطلع اسرار ابو عايض. قال ابو عايض احرم وحج وكمل حجوجه، وزار المدينه وزمزم شرب مما عطوه بر الحجاز وذاق منتوجه. يقول في وجوه حجازيه. عطوه بر الحجاز وذاق منتوجه، وحول على نجد واخذ من خيل احلاها. وش عاد يبغي بساجوجه وماجوجه، وبعض العصي ما تناسب من تعصاها. يقولوا يوم انتهينا واذا الثالث على نفس الوزن والقافي. طبعا ابو عايض يقول خفيفه الظل بالاسلام مسروجه، وديبها مير ما ادري وين بلقاها. قال الثالث يا فلان لابو عايض، يا فلان ما ظن كل الخيل مسروجة، أكبر ولا ظن تلقى الفتاة اللي تمناها. وما عاد نخبر عصا سمحه بلا عوجة، ومن حقها الله على العوجة تعصى. تعصى يظهر انه مبتلى ضعيف.
ومن حدها الله على العوجة تعصاه. ومثل يا الربع أن النساء ما هم سوا، ترى الرجال ما هم سوا والبيوت ما هم سوا. طبعا أنا أنقل كلام شعراء ولي على بعض الأبيات بعض الملاحظات، لكن ما معي إلا تلك القصائد التي أحفظها من قبل، وتنقيحها والرد عليها يحتاج وقت، والميدان حامي إذا ما قدمتها، فالميدان حام. ومثل ما أن النساء ما هم سوا، البيوت ما هي بسوا، والرجال ما هم سوا. وابن القيم من 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 علماء الأمة يصنف الرجال مثل، يقول فيهم شبه من بعض الحيوانات. ففي الرجال من هو مثل الأسد في هيبته وفي مكانته، وفي الرجال من هو مثل الأسد مثل الجمل في صبره وتحمله، ومثل في الرجال من هو مثل الذيف في حذره وفي دهاءه، يعرف متى يرد ومتى يصدر. وفي الرجال أكرم الله مجلسكم وأكرم مجلسهم وأكرم كل مسلم. وفي الرجال من هو مثل ثور المعمعم اللي ما يفرق بين هذه ولا ذيك. وراجح العجمي من كبار شعراء الشعر العامي في المملكة، الحقيقة أنا أضع في كفه وأضع لا لا رفيقنا متنبي لا 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 صاحب الشعر العامي حبيشة خلف بن هذال، أنا أحط راجح في كفه وخلف بن هذال في كفه. راجح يصنف الرجال في مقطوعة من قصائده، يقول من في نظم الأشعار حساس، يتعب عليها لجل فيها حساس، يبني على مبدأ ومعنى ومقياس، نظم الجواهر ما دخلها نعاس، حتى ليا من سجلت ترفع الرأس، وتصير فيها الفائدة والوناسة، لأهل العقول تصير ذكرى ونبراس، وتفضح مخطط كل راعي خساس. هيضني اللي يجعل الفكر ينحاس، أكبر جيل تشيب روس الأطفال ناسة. ناسة بعض الشباب مقلدة طبع الأنجاس، أهل التنعم والترف والملاسة. الملاسة اللي بعضهم يحسب الدش نوماس، يرفع محاقين الردى فوق راس، في الليل ما يرقد على الدش جلاس، والأصبح خلاص ما عاد تسمع حزازة، ياخذ عليه ابليس جوله ومرواس، ومن طاع شيطانه غدر به وحاز، في هامته ما عاد للطيب هو جاز، والهيس من طبعه يحب الهياس، لا دين لا غيره ولا عنده احساس، ومن دون عرضه ما يعرف الشراسه، امدني الراسه عسى راسه الفاس، ومسلم الامه العيال الرياس. طبعا لي بعض الملاحظات اقولها في نهايه المقطع. والمرجله تبغي مع قوه الباس، توفيق من رب العباد وحماس، فن المراجل من عطى والي الناس، وهبه من الرحمن ما هي دراس، أكبر أحد عطاها الله وخذها على ساس، واحد عطاها الله وخذها فراسة فراسة. وترى الرجال، وهذا الشهر، وترى الرجال أشكال والوان وجناس، والرجل يعرف مستواه مقاسة، مقاسة فيهم أسد إليه، وحماه ما هو بينداس، تخشى السباع الضارية قو باس باسة. وفيهم جمل ينقل ولو حسه الحاس، ومن جاء تحت خفه على الأرض داسة. اللي قال داسة وهو أول مرة يسمعها، أنا أشهد أن شعر القافية يوم جاء الفراق حط الكلمة، حط الكلمة يوم جاء الفراق حط الكلمة مباشرة. أنا قلت بس قسمت ما قال الله مقحس. وفيهم جمل ينقل ولو حسه الحاس، ومن جاء تحت خفه على الأرض داسة. وفيهم سوات الذيب للبعد نواس، والراج شراد بعيد الإعساس. وفيهم أكرمكم الله، وفيهم سوات الثور ياكل ويحتاس، ما يعرف البر الحمر من كناس. وفيهم سوات اللي ورا البيت حراس، حراس لكمل الماعون خان الحراس، حراس. وفيهم حصيني عيشته مكر والحاس، جبان لكن فيه بعض السياسة، أبنذر اللي عاد في راسه اعطاس، يرفع عياله عن بيوت النجاسة، عرب مناسبهم ترى العرق دساس، بعض الأسود مخلفين مساس. قلت يا راجح يا راجح، عرجت على الدش، والدش قطعة حديد حكمها بما يعرض فيها، لا يتعلق بذاتها حل ولا حر، هي بما يعرض فيها. قال أنا ما قصدت إلا قصد الأمور اللي تهدم العقائد والأخلاق، وكلنا جميعا يا أهل الإسلام على هذا المبدأ، الله أكبر. فإذا ذكرته فأنا أقصد هذا، قلنا إذا قصدت هذا، والمرأة مكرمة في حياتنا ومكرمة في ديننا،
قال أنا قصدت بذكر المرأة هو قضية القوامة التي لا تكون إلا للرجل. الله أكبر. وقد حدد الإسلام مهامها ومواردها، فقلت ليتك يعني وضعت بعض الأبيات التي تشير إلى مثل هذه المعاني حتى تفهم الأمور على طبيعتها. ثم أنتم معي في مجلس الربع صوروا ويصنعوا وهاجدين أبشركم ولا وانفتحت نفوسهم رجعت الجباه 10 صال. وقلت يا الربع حنا في زمن مختلف، تغيرت الأحوال تغيرت الأمور وخرجت الأفكار الضالة ذات اليمين وذات الشمال، وما عندنا إلا نجتمع على كلمة سواء ونتحد مع ولاة أمرنا وعلمائنا ونحفظ أجيالنا ونحفظ مجتمعنا. والأبيات اللي ذكرها أبو سعود الله يحفظها على السفرة لسمو الأمير خالد الفيصل أشار في النهاية إلى أن الدار لا بد أن تحمى وأن تصار. وحنا يا الربع في زمن مختلف يعبر عنه راجح العجم ويقول طبعا هذه من بعض قصائده، يقول ذعى فينا جهاز الدش بث وعرض واستقبال، محاقين الردى لا بارك الله في محاقنا، بدا جيل الفتن يظهر عسى الله يصلح الاحوال، ولا نقدر نقول الا عسى ربي يزينها، ظهر جيل يشيب الرضيع ويذهل العقال، بعد ناس ذكرها المصطفى شفنا عواينها، لقينا الكاسيات العاريات الوصف والاشكال عليها لبس لكن لبسها يبرز مفاتنها، تميل عن الطريق المستقيم ومن تبعها مال، خبيثة شكل ظاهرها يمثل خبث باطنها، ترحلها ابليس وانجلى عنها الحياة وانجال ولو قامت تلم لمن يصدقها ويا منها، تغتر لين تدخل راسها في مشغل الشغال وعلى الشغال في المشغل مذارعها تبينها، غدت ما عاد تجفل من عيال الهند والبنغال تغنج له إلين يهز راسه ثم يدينها. على ذا الحال هو يتكلم عن التبرج، على ذا الحال يمكن تفتن الصاحي مع البطال ما دام انها تغنج له كلمتها تلينها. يقولون الرجال ان الفرس في دبرة الخيام، ورا الخايب يخلي الخايبة تبرز محاسنها، ولا ينصح ولا يدب ولا ينظر لها في حال، يعاملها بهيمة بس ما بالله يسمنها إلين يقول وظيفتها عساها البعد بين الناس قيل وقال، تجيب الهرج وتوديه والفتنة تكونها. ولا عمم لأن المجتمع لأن الخير في بعض البشر لا زال وكم مصيون تم في بيتها والرب صاينها. ولا يمكن يضحي بالشرف والدين بنت رجال لأن الطيبة يحمي شرفها طيب معدنها عطاها الرب عقل ودين ما فيها جهل وخبار، نتيجة قوة التيار ما تخلف توازنها. على زلة بعلها لو يكررها وسيعة بال تحدث في المحاسن والعلوم القشر تدفنها في مهجته منزل وله في قلبها منزل تبادلها الغلا ما هي بخاينته وخاينها. ولا ننسى وهذه اللي سرتني انه ذكر في بيئتهم انه في شيء من الاشكالات، ولا ننسى شباب مبتلى به طيبات الفال تبي الحشمه وستر الحال والغافل يجننها مريض ناقصا عقله خفيف وتشعفه الازوال منيحه من ردى حظه ومن خبثه يحينها، نهاره نوم وانجى الليل يسهر في ردى وهباء ولا جا الفجر جاك يسحب رجوله مطينها مثل ما يقولون اخواننا المصريين مطيها على اخر ولا جا الفجر جاك يسحب رجوله مطينها من اثر المخدر كان في جوفه مرض سلال ومن التدخين كان نشفاه بالنيله يلونها وبعضهم قد تميز بالنعومه راح للطرف الثاني وبعضهم قد تميز بالنعومة والظفور طوال وذيك البذلة اللي من دهان أخته إذا يضايق هالأذان ويطرب الغافل مع الموال قضى ليلة مع الشلة وبنت الناس هاينة. ولا ننسى شباب ولا عمم لأن المجتمع لا زال فيه أبطال، ترى الدنيا من أهل الخير ما خليت مخازنها رجالا تلتزم نهج الرسول وللحمول ثقال ولا يخرج حداهم كلمته يكون وازنها. ولا ننسى قضية من مسك بنته لأجل المال، الله أكبر، لأجل المال وصلت بنته 50 راهنها
يبيع ويشتري فيها كما السلعة مع الدلال. دلال يبي ينظر من اللي يدفع أكثر من زباين. يعني له ما يقول. ترى هذا ومثله في المجالس عده الفنجان. الفنجان جزل اللي علشان الطمع بنته يخزنها. خزنها. إذا جوله رجال طيبين الدين والأفعال. طبعاً. يحولهم على أم الحوش والخايب إلى القنع. إلى القنع. تقول نبغي المهر هالحين نقد ريال فوق ريال نبي فوق المية. 100,000 من غير حاجات انت امنها. تحته معروف معنى تحته. ايوه تحته لين يبقى راس ماله غدره وعقال يدور للدداسه في المعارض ويتدينها. ابا حاول علاج امراض عصر الدش ولا هوال وناس ما تبي تسمع كلامي ما علي منها. منها يقوله واحد يخطي مع التفريط والاهماء ولكن في رجل الرحمن لا صعبه يهونها. يهونها. طبعا ما حضر العشاء وبقي معي وحده بس صغيره في التدخين فبدخلها كيف ادور لها طريق ويوم التفت لي شبابهم في طرف المكان قلت تكفون تكفون يا ابناء المسلمين احذروا من التدخين تروه بابشر في بعض البرامج الاعلاميه يقال كيف وصلت للمخدرات قال عن طريق التدخين تكفون احذروا والشاعر يوصيني يوصيكم يقول سر يا قلم واكتب وسطر ودون وسجل على الأوراق حلوة العبارة أبيات شعر وافي النظم متقن من هاجس اللي ناظمه عن جدار جدارة. قدمتها مني هدية هبلة من ويكفيك عن بعض العلوم الإجارة جارة. هذه نصيحة والنصيحة تثمن تمن. وفيما مضى عند العوارف تجارة جارة. نصيحة اللي تورط ودخن وزين لها الشيطان شرب السجارة. السجارة عساه يصحى للنصيحة ويفطن طب. من قبل تسقط صحته واعتباره وترى السجاير للحشا ما يفيدن صدق. عار ونار وسقم حال وخسارة خسارة صدق. تتلف عليه الكبد والقلب والس...